باستطاعة علاء أن يحرق أي شيء بلمحة عين. طرد من المدرسة بعد أن أصابت عينه 3 مدرسين ومعاون المدير وأسقطت الجدار الخارجي لها، كما أصابت عينه سيارة المشرف التربوي، مما دعاه لترك المدرسة. تعرف اللي بطل من المدرسة يروح يشتغل يتعلم صنعة، فرحت للصناعي هم يعني على أساس أنه أتعلم مهنة. قلت له الأستاذ، قلت له عاشت إيدك بتر صابعه. أوف. تورنتش هو كان. وبقيت له بطلك. بطلاني. هذه موهبة لو شنو اسمها بالضبط؟ لا هذا علمياً موجود. وحتى أيام الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي وظفت أشخاص على مود، وقصة صاروخ تشالنجر معروف يعني وسقوطه معروفة هاي السالفة. هذه قصة عين يعني. قضية عين معترف بها هاي. على هنا بالمنطقة نتراهن عليه. الله شاهد أي شيء خلي عينه عليه حرقه بالمدرسة، خلي عينه على سياج المدرسة وقعه، خلي عينه على سيارة المشرف التربوي اللي جانا للمدرسة حرق الهياء. يدعي علاء أنه يحاول برمجة عينه الحارقة لأعمال الخير، كهذا الفيديو الذي يظهر فيه بعد أن أصابت عينه مقرا لتنظيم داعش في الموصل على حد قوله، ولعينه الحارقة نزالات كثيرة داخل العراق وخارجه. بسام الراوي هو زود بسام الراوي لاعب يعني قوي ما شاء الله عليه، فبالخليج اللي بعده اتعنيت له. لمن؟ القطر. يعني قلت هذا لازم يعني اوقفه عند حده. الطارج لبيده هاي لما انكسر بيها. اي طيب هم فكرت بعد تستخدم فعل الخير؟ يعني اكو بحوث هسه جديده بعقد ويا تركيا، هذا حضرت لك اياه، يعني ويا جامعات تركية، أنه نعالج بعض الأمراض ومن ضمنها الأورام السرطانية. بس يعني كل المحاولات يعني فشلت، بس احنا بالإصرار والعزيمة إن شاء الله نوصل، لأنه هذا علم معترف به. يعني يتلقى علاء اتصالات كثيرة من داخل العراق وخارجه، بعضها من سياسيين يرغبون بإلحاق الأذى بخصومهم، وكذلك من رجال أعمال من بعض دول الجوار. حيدر صالح، قناة آسيا الفضائية، النجف الأشرق.